عسلامة، شنو احوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعم الناس الكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. نهاير جديد معايا الحقيقة. اليوم فيديو هكا خفافي، في بالي باش نعمل معاكم روتين هكا كيما العادة والعواد. يا اخي تبدل البرنامج في اخر لحظة، حصيلي لهني هزيتكم معايا. مشينا نقضيو قضية المرشي، وحبيت نقضي حصيلو اللي جا شفتو البارح في فيديو اللي جات فيه بحذية بودور. ما عنديش معناها طماطم لفلفل حتى شيء، جاب ربي طيب تاع شيء. حصيلو تعدينا قضينا ولهني ماشينا لدارنا نجيبو الصغار وكا هو. حصيلو من بعد روحت للدار على اساس باش نطيب ونركح الكوجينة، اما تبدل في اخر الوقت البرنامج. اني ثنيتي المساعدين بعد ما كمان قضينا. الحق ما صورتش في المرشي خاطر ما هبطش، نعرف تحبوا الفيديوهات متاع المرشي والسوق وكل شيء، اما الحقيقة ما معناه ما صورتش خاطر ما الدنيا سخونة ما هبطش من الكهرباء. لاني خلطت للدار، قلت ايخا نحط حاجة في التلفزة هيك نتشجع بها، ونحط نطيب هيك شيء. نعمل مقلي، وحبيت ناخو هيك شوية سردينة هيك كل شيء، نعمل صحين مقلي. يا اخي ما لقيناش ريتو ليمات هذه خاطر ريح ويقول لك البحر، معناها ليمات هذه مخطر وكل شيء. حصيله ما لقيت حتى شيء، يعني حتى هيك حاجات بساط وتحسها قديمه، معناها الحوت قديم. وليت ما خديت حتى شيء، لاني باش نحط الخضره هذوكم اخر كعبات كيك فاضلين، ما فيهم ما يصلح، معناها عادمين وفي حاله. بس ينسى نحط هيك كل بابي وكل شيء، يقعد لي حتى صندوق يقعد لي نظيف، معناها وكل ما عنديش. لازمتني زادة نمشي المغازا ونقضي كنهار كي مشيت البحر كي قضيت. عرفتك القضية الليل تحسها مش كيف، عرفتك العين مغمضة وعين محلولة، مش عارفة روحي فاش شنو نقضي. نسيتك نسيت البابي اللي نحطه، معناها في ما نحبش نحط كيك الخضره ديريكت خاطر يتمسخ، ولا حتى طماطم ولا حاجه تعدم ما تلصق لي في الصندوق، اما الله غالب ما عنديش. وهذه صندوق حطيت فيها عنب، كصندوق الكبير متاع الفريجيدير ما شاء الله يحط لي كل شيء، الفلفل الطماطم الفقوس، ومعناه كان عندي حتى خضره اخرى يرفع. وهذه نحط فيها واحدة كل سلة، نحط فيها واحدة بصل وواحدة بطاطا. جبتك البطاطا وباش نحطها زيدة، بطاطا نحطها لبرا والبصل نحطه لبرا والباقي هوكا في الفريجيدير. حصيلو اليوم فيديو، المهم باش نهزكم معايا البلاصه. والله العظيم عندي قديش توا سنين هكا انا سامعه بها ونشوفها الاكثريه في مسلسل اسبوعي. الحق كما تعرفوا يعني سوسه بعيده على تونس وبعيده هيك على كل ثقافات متاع تونس. مناش نحس هيك احنا ماناش كيما التوانسه، معناها التوانسه برشا حاجات ما مش كيف معناها احنا لهنيا عنا وين مثال نخرج، وعنا كل حاجات اللي خاصين بنا احنا، وهما عندهم حاجات خاصين بهم هما، وين يسهروا وين يقعدوا. حصيلو من اسبوعي اني راني اكتشفت برشا ماكلات واكتشفت برشا بلايص. شنو عليكم في السيكونس الصغيره متاع الروتين اللي صورته؟ مازال هيك بالبلاصه اللي بديت، ملت المعونه وكي يغزر لي، مازلت ما كملتوش. وجاني راجلي قال لي اسمعني البس خلاص باش نطيب وركح الدنيا في قضينا وكله هكا، وشي نعمل مقلي وشي نعمل هكا حصيله شيء. المهم قال لي شنو خرجت عليه اش ثم، قال لي في بالك شري اليوم عيد زواجنا؟ قلت له غدوه مش اليوم. قال لي كيف كيما اليوم كيما غدوه؟ قال لي اليوم عندي وقت هنا مشو نخرج. اقسم بالله لبست لي، عارفه روحي كيفاش حضرت روحي نزرب. قال لي نستنى فيك اللوطه، هي خليت المعون خليت الدنيا كيما هي، المحله دار نظيفه الحقيقه.
باش نخرجوا مانيش عارفه واش نمشي والله لا عندي حتى فكره. اليوم هو نورمال غدوه راه 25 جويليه، اليوم 24 جويليه نغلق ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ليه متقدش تجري 9 سنين عرس؟ سبحان الله الدنيا قدش تجري 9 سنين عرس بالحق تعدي. كي نقول لكم رمش في رمش تعين، والله في رمش تعين عشرة سبحان الله. والله نقول ربي يخليك لينا يا ربي، ربي يدوم عشرتنا في الخير. الحق رانا بايعين الدنيا بلفته والله. علاش اني تراوني بارده مع كل الحاجات اللي تصير؟ يعني انتم شفتوا حياتي حاجه وحياتي في اليوتيوب حاجه، حتى كي تشوفوا اي مشكله معناها صارت في اليوتيوب وكل تقولي علاش بارده علاش تصبر، علاش يقولي علاش الغش وعلاش المشاكل اللي تصير في بين العباد؟ الدنيا مش نعيشها مره بركه، نعيشها نكدين ونعيشها في هم وغم. لطف عليكم العمر يتعدى وانت ما تفيقش. المستحسن كل شيء تخليه على طبيعته، كل شيء تخليه بيد ربي. كان ربي حلها في وجهنا الحمد لله، كان ربي هكا صارت حاجة الحمد لله. ديما نقولوا الحمد لله على كل شيء، الحمد لله يا ربي طبيعتي وطبيعته الحمد لله. يعني ما نضغطوش على رواحنا جملة، حياتنا عادية حياتنا بسيطة، ما نصعبش على روحي في عشت البالي والخايب، عشت في معناها في وضعية الحمد لله لاباس حتى ماديا، عشت في وضعية خايبة يصيروا مشاكل يصيروا حاجات، فهمتوا البنات؟ وديما نقول الحمد لله على كل شيء، الحمد لله يا ربي. المهم القلب الباهي، المهم الواحد ما يحطش في قلبه ولا يغزر اللي عند غيره. صدق احنا نصعبوها الحياة، ما فمش ما اسهل منها. الحمد لله 9 سنين تعديو كي نقول لكم في رمشة عين، 9 سنين عرس وقتاش من عام نعرفوا بعضنا 3 سنين. يعني اني نعرف راجلي من اللي عمري 16 عام 10 الحمد لله. ان شاء الله ربي يدوم عشتكم الناس الكل، ربي يهنيكم الناس الكل ويوم معايا نشوفوا مش نمشيو. ولهني خرجنا كي نقول لكم 7 متاع العشية مشينا لتونس. وتعرفوا تونس على سوسة تقريب معناها في بالرغم على روتو تقريب ساعتين ونصف ثنية، على خاطر الدنيا معبية 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 معناها روتو معبي ما شاء الله. يعني الناس الكل مش عارفة، الناس الكل ماشيين لتونس ولا ما فهمتش يعني وين حصيروا ما شاء الله. مشينا البلاصة تعرفوها اكيد حلق الواد، نتصور حتى اللي كيفي اني ما يعرفهاش وما مشالهاش نعرفوها من اسبوعي. علاش انا قلت لكم اسبوعي؟ قديش من مرة هيك وقديش من حلقة تجي هيك اسبوعي يستدعى عزوزته الحلقة الواد. واني الحقيقة تونس ما عنديش بها معناها، ما نعرفش معناها البلايس فيها الجملة، اما اللي نعرفهم فما هيك بلايس كما قمرت المرسى حلق الواد، هذوما اللي في مخي معناها. نعرف شارع بورقيبة هذاك نعرفه، والحقيقة تعجبني على الاخر معناها. تو مشيت لها يمكن 3 مرات والحقيقة تعجبني ونحب نكتشفها. ديما نقولوا راجي نحب نكتشفها تونس العاصمة معناها، نحب نكتشفها. حسيوا لهنا وقفنا كيف العادة، لازم الوقفة هذيك متاع قهيوة الواحد هكا باش يعدي بها ثنية كي نمشيو الحمامات ولا اي اللي هو لازم باش نتعداو على الكيوسك هذا. لازم ناخذ قهيوة ساعتك ناخذ حاجة حلوة كل مرة وكيفاش خاطر رحلتنا اليوم البنات. بالحق رحلتنا عرفتوا كل خاطر مؤخر من 7 تصور وصلت للدار حسيلو روحنا تقريب متي ساعتين متاع الليل هكاك، متي ساعتين وصلنا للدار. حبيت حتى هيك ان تعجبني الثنية الحقيقة. اخر مرة مشينا وقت سيد ابو سعيد ومشينا لها في العشية محليها وقتها هيك الدنيا ضاوية، وقتها سيد ابو سعيد نلقاوها مطر والكياس مقسوم هيك بلاصة مطر بلاصة عادي زرقة الشمس سخانة بلاصة هيك تحسها مطر ما شاء الله. ديجا صورته معاكم فيديو عم ناول، واليوم مخر اليوم مخر. قلت ان شاء الله تو كل مره نهزكم معايا البلاصه للناس اللي كيف ما حالتي ما نعرفوش تونس العاصمه.
تنكتشفوها مع بعضنا. بالنسبة لتو مشينا كيما قلت لكم الحلق الواد، الحقيقة محلاها محلاها محلاها، عجبتني البلاصة على الاخر. عرفتوا كل بلاصة هيك عائلية بكلهم عائلات محلاها، وهيك تحسها بلاصة مشهورة معناها بالحوت. علاش اني قلت لكم اسبوعي اخت قال عز قال نمشيو ناخذوا هيك حويته ومدري شنو وكل، مشهورة بالحوت يعني كلهم حوت. تلقى لمحل متاع فاست فود وكل ما بالطبيعة احنا مش نمشيو ناكلوا بيتزا ولا حاجة في حلق الواد. ومحلية هيك البلاصة، تلقاك بلاصة وانت تعدى منها بحر ومنها بحر، فما ظهري فما البرد هيك، والعبيد ما شاء الله العبيد يعني يمكن اكثر بلاصة مشيت لها معبية في حياتي معناها، ما شاء الله ما شاء الله. يعني الكياس ما كياس ريستوران كل ما تلقاش وانت قاعد، ما تلقاش وانت قاري كرهبتك. واني هذاك شنو نحب، راني نحب البلاصة اللي تبدأ معبية. الله غالب هذاك هو جوي. والله يا البنات كي نمشي لبلاصة فارغة راني منحس روحي ما استمتعتش. نحب هيك بلاصة حية هيك مونسة، نحب نقعد في قهوة مونسة، فهمتوا؟ ما نعرفش متعجبني. ريتو حتى البحر ما راجل يبدا يلوج على بلاصه هيك تبدا فارغه وكالم هكا وفارغه، معناه يحب العادي تلقانا نلوجوا من بحر لبحر باش هو يلقى بحر تلقاه فارغ. اني لا اني نحب هيك البلاصه المونسه، وذاك اللي عجبتني فيها. اما رحله رحله الحقيقه نورمال مور، اني خرجنا الصباح رانا خرجنا الصباح معناها ما الله غالب تشادينا شوية. يعني وقت اللي عملت لكم المقدمة بعد ما بدلت خاطر مشينا لبرشا بلايص هكا عليه، ولكن شرنا على بكري. المهم يقول لي يزيك بالثرثرة وخلينا مع حبيت هيك نوريكم لي ظاهر جبال ظاهر حط شيء، اني راه في جبال هكا وكلهم طبعاً باش ترى في شيء، فما شيء دنيا ظلمة حالة. تمشي المرسى جو كان كي نشوفو عرفتو كي نشوفو في المسلسلات. مبقاش شكون تقعد جملة كيما قنطاوية كيك والشجر كلهم ما متاع حوت كلهم ما سلطان ام في بالي على البحر انا وي ايه حتى بلاصة في الريستورون تبقى ما تلقاش مبي حبيت تضحك العشاء في حلق الواد. حلق الواد؟ قلت شو نعملوا حويطه مقليه بزويته وترفقونا بالفرويد مير وشويه عقدوا تناوش. يا ولدي مثبت حلق الواد متاع البون ليو. مثبت؟ يا هو ولا فكره. تو نشاور انا ونقول لك. المشكلة ما تلقاش حتى وين تقعد معناها، حتى السيرونات كلهم عبين ما شاء الله. والله مش تصغر بشوية
كنتي طاحت في الكرسي. حتى قطعوا ديريكا. قلت ندوروا. اسمه متاع المهدي اللي خذينا منه الشابات قالوا لي عرفتوا منين تاخذه. هذاك ابني والله. هذه شربه متاع بدأت تتعشى ترى طيارة هاي مشيت هاي جيت هاي مشيت هاي جيت طيارة روبة وين بريكة طيارة صحة بشكل لو معك السيئة أصاب فكرة متاع شقار هنجيب في المدار لا وم هاو شربة بريكة جبنا بريكة سبع نعم انا وهي حاطين لي دي على ما طيب اللبناني بيبيعوا فيه ولا بيتزا زعما خاطر ريتها مع بيت حاطين صحفة قدامها في اللبناني هيك ما جو من خارج يبيعوا شيرين بابا بابا طيبة برشا الجنس مقوية ولا شكل السكنة هنيك بركون ويتفرج على عباد بك حاطين تعشي ونخش عليهم يتعشي ويزورون داتا ثم طاوي الشوين بنين على الاخر ولا حير مين نبدا والله بنينة عجبني طعمتك عرفت الدخار سخونة نجمش تزل لي والله حافلة مش لنا انا ما نتموش على الخشب اكس نوت
خاطر بكري كي احنا راكم كره بتحس بالتليفون. عرفتك التعب وكل شيء، قلت يا ربي سيدي شو بهزني. ما في كنت حاسه حافله مخرب من يعجبوني البايس كما هيك. لا بيت مش ليه بابا جملة والله ديك الحاجة اللي لاحظتها كل واحد في روحه. ترى كاين انتردي 150 كيلومتر مش قصير. ندروا منك نعم طلع على هذين غيرك تتباتش علي هذين هاي واحدة هذا مصير لا اوريجين قديش البريد؟ 4250 بالاربع قال لي ليش هو كله 10 20 هكا قال لي 4250 شو 4250 قلت لك المجرده في الحياه ايوه ايش كيفك كان يمشي باراليل معك برا طب لحظه امسك طبعا على مشط